الونسو 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 الله 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 جول اول ياتي نعم وهنا الاسود تزهر وتسجل الهدف الاول بعد تسديده يساريه في غايه الجمال والروعه كانت بجانب ماركوس الونسو لكن اللي تابع هو بوليسيتش اللي يلعب بعشره لاعبين هنا فرصه تاتي خطوره تاتي الله 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 وما كسر الصمود ياتي الا بها الطريق نعم هدف التعادل يسجل فريق السبرو ماتشالبيو لكن يا ماتيوس يا بيريرا ماذا فعلت بأي طريقة سجلت بأي طريقة أتيت بهدف لم يكن متسللا بعد السبعين خطيرة 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 جول خطيرة جول 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 ثاني على طريق ماتيوس بيريرا يتألق بيريرا يتجلى هنا في ملعب ستامفورد بريدج نعم سجل الأول وأتى بالتعادل ولكن أراد أن يكون له هدف ثاني فسجل ما أراد وفريق يرفض الخسارة هنا لدينا محاولة عرضية تأتي الله 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 ما يحدث هنا وكأنه كذبة إبريل نعم ما يحدث هنا وكأنه كذبة إبريل يا توماس يا تخل هنا ثالث الأهداف يأتي بتسديدة وحاضرة فرصة من أجل الرابع 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 غير معقول ما يحدث غير معقول ما يحدث نعم هنا 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 والسبروم أمام تشيلسي تستمر كذبة إبريل ويقدم نادي والسبروم أفضل مباريات في هذا الموسم يا توماس يا توخيل أربع أهداف لهدف هكذا أصبحت النتيجة الآن هذا حلم ولا علم يا بايديان في كرة سوتي موفيرنور جول هذه جول 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 خاف إنه يضيعها تيمو فيرنر في اللقطة الماضية وبالتالي مرر باتجاه ميزمون وسجل الهدف الثاني نعم هدفان لنادي تشيلسي لكن هنا جنون ما هو إلا محض جنون وهذا الجنون يستمر الله جنون 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 نعم هذا الذي يحدث يا روبنسون يا روبنسون بالتخصص في شباك البلوز بالتخصص في شباك نادي تشيلسي يسجل خامس الاهداف مسموع ومؤثر لانه يعرف قيمه الرئيس هذا والخدمات اللي قدمها ريال مدريد انا اقول دور الرئيس حاليا في كره القدم مهم جدا وصل في الفرق الكبير ليس فقط من الجانب الفني الحقيقه بالوضع الطبيعي هذا مارسيلو مارسيلو ينقل جول جول وسكر من قبل حكم المباراه باسكيز الكره ما وصلت وخروج كورتوا القوة الجسمانية الكبيرة وصلت الكرة لمصلحة ريتر عليها مرمى اللاعب والتقدم الجميل والتسديدة مارسيلو يسدد تسديدة ضعيفة والتسديدة الآن قوية لكن يتلقاها حارس المرمى ديمتروفيتش هذا إسكو طبعا إلى إصابة فالفيردي يعني هي التسديدة الثانية لمصلحة إيبار اللعبة يبعدها هذه التشكيلة وأمام برشلونة ما راح يلعب بهذه التشكيلة كريم بنزيما مباشرة كرة في غاية الخطورة تحولت من أي خلص اللي هو لوكاس فاسكيز إلى كازاميرو فارق هائل الحقيقة المباراة وصلت إلى الدقيقة 28 ما فيها أقوال بس وحتى في الليغا الكرة لعبت عالي حجم ليفربول واحد يقول لك لا والله يا أخي ريال أكيد في فرصة لتحسين الأوضاع في الوقت الحالي عنده 17 هدف وهذا اللاعب رقم 7 لمصلحة إيبار لاحظ احتكاك هذا
كازاميس اللي حولها في الجهد اليسرى. تلعب بلجيكا اكيد المرشح للمغادرة اولا اعتقد اسكو. خلص ممكن يخلص ممكن يمر ممكن يمر يمرر يا سلام جول جميل ملعوب حلو اجزينا الجول. كرات جميلة مثل جمال الطقس في مدريد. يتقدم لوكاس باسكيز ولكن ما لا والله هدف كانت ما بين لوكاس باسكيز وإسكو وكازيميرو وبالتالي يعني بقى الهدف الوحيد كما لاحظنا للبار يعمل والتسديد ما اشتغل يعني من احنا اسبوعين ما شاهدنا البار هذا برشلونة عنده الفرصة وريال ممكن جول 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 عاد هذه ما ينلغى البار او غير البار هذا ما في شيء هدف سليم 100% البار الغى هدفين والهدف الثاني من نفس اللاعب ماركو اسنسيو وماركو اسنسيو شوف لانه ما في تسلل ما في شوف 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 هي خط فك الكره لاعب الريال يا سلام يا سلام يتالق 8 اهداف بالتالي على الوقت الاصلي شوط في جول واحد لكن في فرص ضايعه 63 في المركز الثاني اصبح على بعد 3 نقاط على لوكاس باسكيز في العارضه محاولات هذا اللاعب مثلا ديوب السنغالي هي المحاوله الثانيه بعد المحاوله نقطه واحده اوكي من ريال مدريد من مدريد اوكي لكن وتراجع مستوى ادت الى ان النتائج تتراجع نصول على مركز مؤهل لدوري الابطال لكن التراجع يحدث حتى في الليغا من اتلتيكو مرة اخرى شكرا على الزميل عبد العزيز النصر كنا نشاهد هازارد يجت ولو ان مشجعي ريال مدريد يتمنون ان يشاهدون هازارد في الملعب هازارد الاعتيادي لكن انتقال لريال مدريد سواريز ديوب سيرخيو الفاريز بيدرو الوحيد اللي يحمل لواء العصيبه للريال هذه الايام هذه المباراه وسكت الى مودريتش مباشره تحولت من كريم بنزيما لكن الكره الى خارج ارضيه الملعب شكلهم بيسجلون ماركو اسنسيو بل الكره مباشره الى بيدرو ليون بيدرو في كل 35 سنه المنتخب رشح الان لتسجيل الجول الثاني وصلت الكره مباشره بهذا الشكل كل الياباني بينهم ثرى الياباني بينهم اللاعبين الثلاثه لكن 14 دقيقه جميله لمصلحه ريال مدريد مشكله ريال مدريد انه ما سجل الهدف وصلت الى كريم بنزيما بنزيما يسيطر عليه اساسي امام ليفربول الشكل ذلك لكنها صدت وتسديده اخرى ايضا لمصلحه الريال لكن الريال بالاداء وبالعقل مشاركه توني كروز وامامك الان في اللحظه المناسبه وفر هذا مع حدث لاحظ 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 مع الهرحات بار اللعبات عاليه الراسيه بهذه الوضعيه لا يهدأ في الفرق المتصدره اتلتيكو ريال مدريد الوسط خروج ماركو اسنسيو ايبار انلعبت الكره عالي خط من يستفيد من التبديلات نشوف الان الدقائق تمضي مبالغ لعبه تصدد وعادت يا الله لكن تسلل الاخيره من يسجل الهدف الثاني خطورة لمصلحة الريال اللعبت والراسيو جول جول عاد ريال مدريد بقوة وسجل هدف بقوة أيضا الكرة تحولت إلى كريم بنزيما وكريم بنزيما يسجل الهدف الثاني المنتخب
طابت اوقاتكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى احد اكبر مواعيد البريمير ليج هذا الموسم، وفي هذا الملعب كينج باور ستاديوم، اين يستضيف ليستر سيتي نادي مانشستر سيتي. مواجهه حديديه بين الضيف متصدر الترتيب العام للبطوله الانجليزيه البعبع مانشستر سيتي، والذي لم ينسى ابدا الاذلال الذي تعرض له. النقطة على بعد نقطة واحدة من الوصيف مانشستر يونايتد، مباراة قوية في الانتظار بحضور عديد النجوم العالمية، دي بروين، محرز، ستيرلينج، جيمي فاردي والبقية. سنمر إلى استعراض تشكيلة الفريقين. لوكر يمين دفاع المنتخب الإنجليزي في ظل عدم دعوة ألكسندر أرنولد في قادم المواعيد من جانب المدرب الإنجليزي. كذلك رحيم ستيرلينج على دكة الاحتياط، كرة طويلة والتصدي من الدفاع، مرتدة مرة، هدف أول، هدف جول، هدف جول من فرناندينو، فرناندينو جول، كرة أولى. ماذا يقول حكم بول تيرني؟ ماذا سيقول حكم المباراة بول تيرني؟ صاروخي هذا الهدف، لكنه يبدو أنه سيلغى من فرناندينو، لتبقى النتيجة بالفعل 0-0. هدف أبيض غد لاعبي مانشستر سيتي. تويلة من كاسبر شمايك، كورة ممتازة رياضة، ومحرز يوزع تدخل دي ثالث الترتيب العام. نذكر مشاهدينا الكرام الكرة البرتغالية، مندي يوزع ترويض لم يكن منذ 2019 ودانا في ليستر سيتي، مدرب سابق ووكر اللي وزع جوني. أكبر هدف في تاريخ مانشستر سيتي، 101 دياش كيفين دي بروين يلعب آخر مواعيده بألوان السيتي، وأجويرو على التاير، أجويرو على التاير أمامكم يا سادة. رابع أكبر هدف في تاريخ البريمير ليج بعد أن شير مانت المقاوعة. هذه كرة دي بروين، دي بروين وين البلجيكي يطالب بمخالفة، والحكم بول تيرني ماذا يقول؟ بول تيرني كان 81,000 متفرج. دي بروين يصاب الكرة، تنتظم بالعارضة، صاروخية بلجيكية نارية وقوية. جابرييل جيزوس يحاول رياض يعطي كرة، يا سلام، وفيها جول. اي 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 كرة سحرية لنجم الكرة الجزائرية رياض محرز في دار المدافع فوفانا. كرة والسيطرة ليد، وكان ذلك الموسم الماضي منذ الجولة الحادية. كرة طويلة من كيفين دي بروين، لويسلي فوفانا كانت ضد سبيرس توتنهام بهدفين لصفر في الجوله. هنا بعيده لمحرز، وكوره عياد بيريز لول، انديدي غير وجهه، انديدي النيجيري لمواتو، هنالك مخالفه على ايناتشو، مخالفه ضد ايمان ديوين لرياض محرز. كرة خرجت قبل الكويرو، كرة رائعة رياض، لكن تسونامي المانشستراوي كيفين دي بروين غدار الكرة البلجيكية. أفضل متوسط ميدان في العالم بمما لا شك فيه كيفين دي بروين نجم الكرة البلجيكية. لمسة سحرية برازيلية، جابرييل جيزوس المرور مع جوني ايفانس، والتسويب غدار البرازيلي جابرييل جيزوس، يريد بكل تأكيد تسجيل هدف. جوني ايفانس يتقدم بالكرة، والثالث في اللائحة. يسار هو كرة جول، كرة جول، هو جيمي باردي، لكن الراية، الراية موجودة، الراية بداية الشوط الثاني.
أعود الآن إلى الأستوديو والكلمة للزميل محمد سعدون. الكلايبين دانيال أمارتي، ويلفريد نديدي، يوري تيلمانس وأول برايتن، وثلاثي خط الهجوم إياناتشو، آيات بيريث وجيمي فاردي. تعليمات المدرب ما بين ستونز، دياش واللابورت، وهذه كرة ماندي يراوغ ويحط الكرة بالجول. كرة جول، كرة جول لبنجامان ماندي. ماندي المتحدي، مانشستر يسهر بكرة البطولة، بكرة جنونية بأقدام فرنسية تبدأ الأسبقية المانشسترية. بيب غوارديولا لا يصدق نفسه، هو بنجامان ماندي، بنجامان ماندي المتحدي أصبح يجري وراء الكرة. لابورت واحدة واحدة معه في هذه الخسارة الوقتية لفريق ليستر سيتي. ففانا في اختيارات براندن روجرز، هذا هو سلي ففانا رقم، يهدي كرة لدفاع فريق ليستر سيتي ولزمانه متصدر بقوة لتوماس توخيل الألمان. جابرييل جيسوس، كرة ممتازة اللي فيها جول، فيها جول يا سترينج، فيها جول جابرييل جيسوس، جول، كرة عالمية، سرعة نفاثة وقوية، وتأتي الثنائية المانشسترية. أي سرعة في الإنجاز، رحيم سترينج وجابرييل جيسوس بقيمة فنية في الأسيست لكيفين دي بروين. هذه الإعادة يا السادة فيها إفادة، بدأت من مع نادي الهدف الأول. الزمالك يسجل الهدف الأول. يوسف أوباما، يوسف أوباما، يوسف أوباما. إن كان للأهلي الخواتيم فإن لنادي الزمالك البدايات. ما أحلاها بداية أبيض، أبيض الزمالك الملكي يفتح باب التسجيل هنا في استاد خمسة جويليا. 1-0 الزمالك، 1-0 الزمالك. المخرج طار بفكره وبصورته وبكاميراته، وأوباما طار بدفاعات المولودية. هنا الكرة من الفرجاني، فرجاني تلعب الكرة، فتوح، فتوح لأوباما أو بن شرقي، بن شرقي ومثلث النار. فرجاني لأحلى انتظار، يلعب بن شرقي لبداية انتصار، يلعب الكرة كأنها ضرب جزاء في الستة أمتار، ويسجل يوسف أوباما. 1-0 الزمالك بروح الملكي. ترجع كرة ممتازة، يوسف أوباما، يوسف أوباما سدد، يلعب لشيكا، يلعب شيكا على طريقته وطريقة ميسي، وحتى جول، 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 جول على طريقة ميسي. لا يا ميسي، سأقول على طريقة شيكا بالا. شيكا مرة من هنا، شيكا يقرب الزمالك من الهدف الأول وهو الانتصار، ومن ثم انتظار لموقعة رادس. أي كورة يا شيكا بالا، الفنان الفهد يسجل الأبيض الأسمراني مرة من هنا، يتقبل التهاني مع كارتيرون. أي جرينتا، أي روح يا كابيتانو، آداب ستبقى عالقة وفي الذكرى. فرجاني حط الكرة عن طريق الأسمراني، يسدد على طريقة تشيكابالا، أحد أبرز ومن أجود ومن أهم اللاعبين في تاريخ